فالمسيحي العربي ضحية هذا الإرهاب في العراق وسوريا، في لبنان، في تونس، في مصر، في ليبيا. وده الشيء الوجع اللي تخشى على بلدك ووطنك وعلى وطنك العربي من تلك المأساة التي تمتد من قطر لقطر ومن بلد لبلد، اللي اسمها الإرهاب المتأسلم ده، واللي ذراعه وعموده الفقري الإخوان والأمريكان والقطريين والتراكوة. الإرهاب الممول من خزانة الشعب القطري، من قصر الإمارة الملعون، اللي عايز يحول الوطن العربي كله إلى دول قزمية عشان تليق بصغر قطر وبصغر هؤلاء الحكام. اللي حصل في ليبيا ده بقى زي ما هو إرهاب وزي ما هو إهانة للشعب المصري، ومش أول مرة ولن تكون الأخيرة للأسف. يبقى السؤال هنا بقى، لإمتى المصريين والأقباط تحديدا لا بواكي لهم؟ لإمتى السكوت على ما يحدث في ليبيا؟ يعني في بلد أصبحت خطر على أمنك القومي، خطر على شعبك، يا حكومة مصر ويا رئيس مصر ويا رؤساء أجهزة سيادية لمصر، عملتوا ايه من الشعب المصري عشان يأمن من الخطر في ليبيا؟ سواء المواطن رديته ازاي؟ رديته هزيته شعرة من إرهاب ليبي؟ عملتوا ايه في ليبيا او لليبيا او للارهابيين اللي في ليبيا؟ يا اخي حتى ساندتوا الشعب الليبي في مواجهة الارهابيين دول اللي خطر على الشعب الليبي وعلينا؟ عملتوا ايه؟ ايه الفرجة دي؟ واكتر حاجة بقى تنقط، وهم عارفين كويس قوي ان الحكومة الليبية دي مفيش حكومة اسمها حكومة ليبية، والله يكون فوق علي زيدان يعني، وعارفين كويس قوي الاخوان وسيطرتهم على الامور في ليبيا. فلما يجي بقى ينقط يقول لك وطلبنا من الحكومة الليبية سرعة ضبط الجناة، يا سلام، والله العظيم هي عارفة تضبط الجناة اللي خطفوها هي شخصيا، اللي خطفوا رئيس الوزراء شخصيا بتاعهم، لما هتضبط لك الجناة بتوعك؟ هي عارفة تضبط الإرهابيين اللي ضربوا السفارة الليبية، السفارة الأمريكية في ليبيا؟ عملت ايه؟ احنا كده يعني بنسيب نفسنا تتكاثر علينا القوى الإرهابية.